وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكا وجيء ربك والملك صفاً ولا يوثق وثقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى يوحي إبراهيم وموسى وما خلق الذكر والأنثى إن خيركم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى ثم تلظى لا يسلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد من أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم
الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت هل بهذا البلد وغالب وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم الأقبة وما أدراك ما الأقبة فك رقبة أو إطعام في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشعمة عليهم نار مؤصدة. I'm going to go to the hospital.